فيلم الجوكر الجزء الثاني. مساء الفل، النهارده هنتكلم عن فيلم الجوكر. على فكره هو ده البوستر الرئيسي بتاعه، طالع كلاون من اسوأ الافلام اللي انا شفتها مؤخرا. الجزء الثاني منتظرينه بقالنا 5 سنين، والجزء الاول على فكره كانوا زي ما بيقولوا كده على التيك توك اوفر ريتد، يعني عارفين انتوا لما تلاقوا اكله كده ايه حلوة بس مش حلوة للدرجة الأوفر دي، فهو كان أوفر ريتد جدا الجزء الأول. الجزء الأول كان طبعا فيه تمثيل وإتقان مرعب من خواكين فينيكس، لكن في نفس الوقت القصة والأحداث كانت مطولة شوية لدرجة الملل، ولكن حبينا الأتموسفير، حبينا المود، حبينا أن أنت بتهيئ الناس كلها لجزء تاني، لأن الجزء الأول كانت بداية للجوكر بقى، اللي هو دي بدايته. نهاية الجزء الأول دي احنا هنشوف بقى الجرائم ومش عارف. الجزء التاني يا جماعة بجد كأنك بالظبط، مع كل احترامي والله ما اقصد حاجه، كأنك بالظبط الفيل الازرق الجزء الثالث جبت فيه مثلا عمر كمال بيغني فيه. ايه ده؟ عامل ميوزيكال موفي يعني لالا لاند، عامل لالا لاند بس الطعم الجوكر. طبعا ليدي جاجا يعني انت بتحكي في كميه عك وعبس، وده مش رايي لوحدي، ده راي العالم كله. يعني ما فيش حد قال انه الفيلم حلو. ليه؟ مش موضوع الفيلم معمول وحش، موضوع الاكسبكتيشنز، التوقعات. توقعنا الجزء الثاني بيتعمل في 5 سنين، طلع انه بيتعمل في 5 سنين عشان يعملوا مش عارف 15 اغنيه في الفيلم، وده حقيقي على فكره. فيلم فيه كميه اغاني كتير قوي، كتير كتير يعني، وده مش الجوكر، ده الجوكر بتاع كوتشينا، يعني ملوش علاقه بالجوكر اللي احنا شفناه حتى في ذا دارك نايت، اللي هو افضل نسخه للجوكر مع كل احترامي بقى لخواكين فينيكس واعوانه ومحبينه، ولكن اللي احنا بنشوفه ده يا جماعة عبس، من اسوأ الافلام اللي انا شفتها. ما دخلتوش سينما بصراحة لانه الحمد لله ما دخلتوش، مش طالبة ملل اصلا، فشفته من الاخر كده يعني في البيت. بس من اسوأ ما يمكن، لا مونتاج، لا موسيقى تصوير، لا ما فيش حاجة فيه. يعني هو عبارة عن فيلم احداثه مملة جدا، انت ما مش بتظهر لي اي جانب من جوانب الجوك. يعني الجزء الاول اوفر ريتد زي ما انا قلت، ولكن كان في اجزاء كتير وكان في حاجات واسباب بتقول لك هو ازاي كان شخص كويس جدا او كان شخص طبيعي وتحول للجوكر واللي انتوا شفتوه ده. لكن اللي انا بشوفه في الجزء الثاني يعني نهايه الجوكر، نهايه الجوكر بقى للابد. ولو سمحتوا ما حدش يعمل افلام ثانيه ونبع الجوكر، زهقنا والله، زهقنا بجد. يعني مسرحيه الجوكر ارقى من الفيلم اللي احنا شفناه، الاغاني في مسرحيه الجوكر احلى، مفيش كده يا جماعه. يعني ده اللي كان عندي النهارده، اللي دخل الفيلم واللي شافه يقول لي رايه فيه ايه، واللي عجبه يقول لي عجبه فيه ايه. يعني اكتب لي بقى في الكومنت عجبني عشان 1 2 3، مش عجبني وخلاص. ما تبقاش رضا عبد العال في نفسك، قال لك عمر مرموش ده فنكوش، مرموش هداف الدوري الالماني، فوالنبي بلاش نبقى رضا عبد العال. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.